يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلين. بس من بعد إذنك بدي ورقة وقلم. إيه تكرم عينك. قلم قلم. يلا تفضلي تفضلي. شكرا. العفو. إيه دكتور تفضل. صباح الخير لمواليد برج السرطان. يدخل كوكب مارس برجك لكي يزرع الحيوية والنشاط في حياتك، إلا أنه يحملك أيضا إلى مجازفات وحماسة قد تهدد سلامتك وصحتك وتجعلك تبالغ في تقدير قدراتك فترتكب الحماقات. يمكنك أن تأمل بتطورات ملموسة خاصة في النصف الثاني من الأسبوع القادم، شرط أن تتصرف بحكمة وأن تلجم اندفاعك وحماسك. فكوكب مارس الذي يزور برجك مرة كل سنتين يترك آثاره عليك، وقد يترجم بتصرفات سريعة ومتوترة وعزم على الانتصار وسحق الأعداء وعلى الخصوم أو الأطراف الأخرى أن يحضروا أنفسهم جيداً إذا أرادوا التوقيع على عقود. لكن احذر يا عزيزي، وأكرر التحذير، إياك أن تثير العداء حولك. تتخذ قرارات جيدة على الصعيدين المالي والمهني وبسرعة مذهلة. انتهى؟ ايه انتهى. يعطيك العافية. شكرا كثير لك. العفو. عفوا يا أنسي، مو حضرتك الأنسي رندا؟ اي نعم انا رندا. ما شاء الله عليكي، شو الله كاشف الحجاب عنك، سبحان الله، ما بتقولي شيء الا ما بيصير. يا سيدي ان شاء الله دائما متوفق. ممكن اخذ صورة معك؟ والله العظيم مستعجلة كثير. بس صورة يعني، ما رح تاخذ اكثر من دقيقة، دقيقة واحدة بس. طيب بس بسرعة. بسرعة بسرعة. يا محمود، لك شرفك، تعال يا زلمة، لك مسوك. بس لو بعرف شو عم بدور براسها. يعني مصاري ولا يوم المصاري صار عندنا، لسه بتبعث لي كوميات لجوا، خلينا اياهم وكلنا فيهم لشو البعثة. ولك المصاري ما بتعملك بيك يا فهيم. المصاري بتعملك بيك على كم واحد معتر عايف حاله، أو بتخليك تعيش بشي بلد أوروبي متفضي. بس لما بيصير عندك عسكر كل العالم بتضرب لك تحية، وما بيصير شي بالبلد إلا بعد ما ياخذوا شورك وموافقتك. خلينا نسمع. صباح الخير لمواليد برج السرطان. يدخل كوكب مارس برجك لكي يزرع الحيوية والنشاط في حياتك، إلا أنه يدفعك أيضا إلى مجازفات وحماسة قد تهدد سلامتك وصحتك وتجعلك تبالغ في تقدير قدراتك فترتكب الحماقات. يمكنك أن تأمل بتطورات ملموسة خاصة في النصف الثاني من الأسبوع القادم، شرط أن تتصرف بحكمة وأن تلجم اندفاعك وحماستك. فكوكب مارس الذي يزور برجك. سمعنا صوت، لازم تخبر الشباب أنه بدي أحكي معهم بعد نص ساعة. يلا. ليش لا تحكي؟ ما في شيء، بس في كم وصية بدي وصيهم إياها وتعليمات جديدة. يلا يلا نصوح. حاضر. حييكم يا شباب، يا أبطال. الله أكبر. حبيب اليوم سماكم صوتي وإلكم إنه أنتوا الأمل وإنه النصر إلنا. كنا مقررين اليوم نهجم على الكتيبة الثاني، بس شايف إنه نأجل لنص الأسبوع الجاي، تنين بيكون أحسن. شباب ما بدنا نبالغ بتقدير قدراتنا ونرتكب حماقة. وتجعلك تبالغ في تقدير قدراتك فترتكب الحماقات. مهران هون. مهران هون. في شيء ضروري اليوم؟ في واحد هلك لي، هو بيبعث رسائل ما بعرف، عم بيقول لازم تحكي معه ضروري. شو هاد؟ مين؟ واحد عم بيقول انه مسؤول كبير، وانت بتعرفه، بتعرف رقمه، ما بعرف. شو هاد؟ واحد مسؤول عم يبعث رسائل، عم بيقول انه انت لازم تحكي معه ضروري. وانت كيف مشغل خطك يا حيوان؟ لك ماني مشغل خطي، هذاك الخط حرقته، بس بعده لسه بشغل على الواتساب. ليش ما قال لك شو بده مني؟ ما بعرف، قال لازم تحكي معه ضروري. ولك لا يكون نصاب هذا. والله ما بعرف. روح روح. بدي وصيكم بشي مهم يا شباب، ما حدا بيعمل أي حركة بدون ما يخبرني.
شباب ما عندي استعداد ضحي بحياة أي واحد فيكن، وضفر صغير فيكن عندي أغلى من كل ذهب الدنيا. الله يحميكن وموفقين يا شباب، الله يحميكن. مالك شاي؟ شو في نصوح؟ في انك خبيت عني علاقتك بالمسؤول الكبير، مسجات الواتساب، وانك كنت عم تاخذ كل التعليمات منه. نصوح شو عم تحكي؟ الابراج، الابراج يا مهران. مشكلتك انك غبي كثير، ومشكلتي اني ذكي كثير، وبحب صير الراس ورح صير نصوح راس ولا ما بتعرفني، بس مهران كان موصيني اذا صار شيء خطير احكي على هذا الرقم. مين مهران ومين وانت وشلون عم تحكي على هذا الرقم؟ اخي لا تسالني شيء، بس انا كل شيء بعرفه بحب خبرك اياه، انه مهران انقتل الله يرحمه. بكل الاحوال هذا الرقم صار عندك، واذا غلطان سامحني، بس انا هي وصيه المرحوم وانا عم نفذها. طب حبيبي بس تصحى من هذا السم الهاري اللي انت شربانه بحكي معك. أحلى أيام عمرنا هي أيام المدرسة، لأنه كنا ما نصدق هيك، إمتى نسمع جرس الفلة وركيد على الشارع
نطلع لبرا نبلش ضحك ومزح وحكي وقرقر، ما نلاقي حالنا إلا قدام بيتنا. هلا لا ضل بيوت ولا ضل مدارس ولا ضل شوارع ما ضل شي ما ضل شي. حاسبنا انزين نزلتي كله ما بغير، شو صار معاه؟ شو بدي اعمل لك؟ اذا انت ساكن ناحي الحاجز خاف وقف ومن خمسونا. بيت عمك ما بيعرفوا وينه؟ قالوا انهم سافروا ورازعين، بس انا ما صدقت. ليش؟ كنت اخذ 8 و7، بس اخر مرة دست منيح ووعدت امي اني زيب 10، زبت 10 ولهلأ ما اجت تشوف النجمة على جبيني. انا بحبهم لبيت عمي، بس ما بدي ضل معهم هون، من واحد ما بصير ينام غير ببيته. Thank you.